مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم واينما كانت مواقعكم هنا عبر قنوات بي ان سبورت. مباراة تأتيكم هنا في إطارها الودي بين المكسيك وكرواتيا على الأراضي الأمريكية في مدينة دالاس الأمريكية تحديدا في ولاية تكساس. هنا في هذه المباراة التي تجمع بين المكسيك وكرواتيا هنا قبيل المونديال، قبيل مونديال روسيا 2018 كأس العالم الذي سينطلق في شهر يونيو القادم. بالتالي الكل يعد العدة من أجل هذه البطولة المنتظرة. بالتالي المباريات الودية الدولية التي لعبت ولا المباراة التي يبدأ شوطها الأول هنا بصافرة حكم المباراة وصلت إلى كارلوس صاحب القدم اليسرى مرعوبة خطيرة بالرأس إلى خارج أرضية الملعب. التهديد الأول بالنسبة للمنتخب المكسيكي في هذه اللحظات. إيفان راكيتيت خطيرة خطيرة خطيرة. أو 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 أكثر فرصة في المباراة مرت من جانب كرواتيا. هنا من جانب كرواتيا كراماتيتش في الوضع مرعوبة. كوفاتيتش يرسل الكرة في الجهة اليسرى خطيرة خطيرة. تصويبة لكن الكرة مرت لا زالت في أرضية الملعب خطيرة خطيرة. الله الله. على كرواتيا. على المنتخب الكرواتي وعلى مدى خطورة التي دييغو ريس. هذه خطير لمصلحة المنتخب المكسيكي. يا ساتر على الكرة الماضية وعلى كرامريت. كانت مع الهلال السعودي ومع العين الإماراتي خطيرة في هذه اللحظات. يا لمدى قربها ويا لا ويا ويا لا. بالنسبة لوضعية الفريقين بينما هنا في منطقة الخليج هنا ألف نسمة في مدينة دالاس. كرة مرعوبة إلى الأمام وسمام لكن الكرة تتخلص عادت من جديد. يا سلام يا سلام على المرور من جانب إيفان الفنان إيفان راكيتيت في الكرة الماضية عبر من الجهة اليسرى. بالنسبة لي في المونديال القادم كرة مرعوبة إلى الأمام بالرأس بالرأس عبرت إلى خارج أرضية الملعب. عبرت من جانب الظاهر هنا كورلوكا في هذه اللحظات. تصويبة ولكن التصويبة عادت تلعب إلى الأمام. الظهير الأيسر الذي أدرك تماما بأن الهدف الأول في المباراة يجب أن يأتي بهذه الوضعية. عنصر المفاجأة على الكرة التي كانت قريبة جدا من أن يعني تهاي لأن تواجه هولندا في تحديد مركزي الثالث والرابع وتتغلب طبعا على منتخب هولندا 2-1 في تلك المباراة لأن تأتي ثالثا في أردادو قائد الكبير الكبير. كرة ملعوبة لمصلحة المكسيك. فيلا فيلا كارلوس فيلا في الكرة الماضية أضاع كرة لا يمكن أن تضيع. لاحظ هنا لاحظ هنا شاهد هنا لحظات تقدم وجود مكسيك ونتائج طيبة مكسيك ونتائج الإيجابية. وصوبة إلى الأمام لمصلحة المنتخب الكرواتي خطيرة خطيرة. وصلت إلى هذا المساء بل في مباراة هذا الصباح هذا الصباح. سلامات سلامات سلامات. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ كيف حدث السقوط الماضي؟ هل هو متعمد أم غير ذلك؟ حكم المباراة ما هو قرار ماريو اسكوب دم إيفان الفنان إيفان راكيتيت. يا سلام الفنان يأتي بفن هنا في مباراة هذا الصباح. يسجل هنا من علامة الجزاء الهدف الأول بالنسبة للمنتخب الكرواتي. يصعد مدربة يصعد السيد زلاتكو في الكرة الماضية. هدف أول إذا للمنتخب كارلوس فيلا كما توقعت. ترسل الكرة مرت يا كارلوس عبرت يا فيلا في الكرة الماضية خلصت من جانب فيدا هو من أبعد الكرة الماضية. ذهب كوفا كوفاتيت. يا سلام على التمرير هذا المكان في هذا الزمان. تصويب لكن الكرة تتخلص عادت من جديد هنا تصويب من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة خلصت. بالسلامة لفيدا سلامات لفيدا. يسقط أرضا في هذه اللحظات يتألم في هذه بالنسبة لكرواتيا في هذه اللحظات داخل منطقة الجزاء. على الكرة الماضية التي مرت وعبرت تصويبة من خارج منطقة الجزاء إلى جانب تشيتاريتو. الكرة تلعب داخل منطقة الجزاء بالرأس إلى خارج أرضية الملعب.
تيتريتو، أندرياس غواردادو القائد بمنتهى الإبهار، بمنتهى الإبهار يا كوفاتيتش. ما أنت أحد هؤلاء يا كوفاتيتش. داخل منطقة الجزاء بالرأس من هنالك بيريسيت، تلعب الكرة إلى الأمام، وصلت إلى المباراة الثانية. تقدم وجود من الجهة اليمنى بالرأس، عبرت من أمام الكل، من أمام الكل إلى خارج أرضية الملعب، مطالبات بوجود ركلة أو ركلة ركنية